وافق مجلس الوزراء المقر على إطلاق النسخة المحدثة للدليل المالي الموحد الصادر منذ سنة 1983، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال عام 2020. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ طه فقيهي، الوكيل المساعد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني. سيد طه، بعد التحية، لو تحدثنا عن الدليل المالي المحدث وما هي أهدافه الرئيسة. شكرا على هذه الاستضافة. أود أن أبين لكم بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تألو جهدا في تطوير وتحسين خدماتها، ومن هذه الخدمات التي تم تطويرها خلال السنتين الماضيتين 2019-2020 إطلاق النسخة المحدثة من الدليل المالي الموحد الصادر منذ سنة 1983، حيث يعتبر هذا الدليل المرجع المالي لكافة المستخدمين في الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتسجيل المعاملات المالية الحكومية وكذلك الرقابة على الممتلكات والأموال الحكومية. ويأتي هذا الإصدار ليتواكب مع التعديلات التي طرت على الدليل خلال الفترة الماضية، وقد تم إنجاز هذا المشروع عن طريق التعاقد مع أحد الشركات الاستشارية في هذا المجال، حيث بدأ العمل في هذا المشروع منذ شهر يونيو 2019، واستغرق تنفيذه حوالي سنة ونصف. كما يأتي في السياق الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة في تبني أحدث الأسس والمعايير لرفع كافة الإجراءات المالية لتحقيق أفضل السبل في الاستغلال الأمثل للمواد المالية المتاحة. وقد تم تبني آلية جديدة لمراجعة وتحديث الدليل المالي تضمن التحديث المستمر للأنظمة والإجراءات، كما أنه يدعم التحول الإلكتروني من أجل الاستغناء عن التعامل الورقي في إتمام المعاملات المالية. وأيضا روعي في تصميم هذا الدليل وإعداد هذه النسخة أن تكون متوافقة مع الأجهزة الذكية واللوحية، وذلك بهدف تسهيل عملية استخدام وتصفح محتويات الدليل من قبل المستخدمين. ويتكون الدليل فيه من عدة أبواب، أهمها النظام المالي المحاسبي، الميزانية، الإيرادات، المصروفات المتكررة، مصروفات المشاريع، المدفوعات، الأصول الثابتة، حيث يتم في كل باب شرح جميع الإجراءات المطلوب اتباعها من أجل تنفيذ البنود المطلوبة لإتمام جميع المعاملات بيسر وسهولة، علما بأن وزارة المالية ستقوم بعمل ورش عمل يتم فيه تعريف وشرح هذا الدليل لجميع المستخدمين. تقريبا هذه أبسط على عجالة مختصر على ما يحتويه الدليل المالي الموحد. نعم، شكرا لك الأستاذ طه فقيهي، الوكيل المساعد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، شكرا جزيلا لك.